أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بموضوع جديد على قناة البدر التي رسمنا عليها أجمل المواضيع. وموضوعنا لهذه الحلقة من أجمل البساتين زينة وثروة. اليوم سنتكلم على البني اليمني الأصيل. تابعونا. اكتشاف القهوة كما تروي الأساطير إلى راعي الغنم كيلدي، حيث لاحظ أن الماعز أصبحت شديدة النشاط ولم تنم في الليل، وذلك بعد تناولها لنوع من توت شجرة معينة. وبعد ملاحظته هذه أخبر رئيس الدير في منطقته، والذي قام بصنع شراب من ذلك التوت وشاركه مع الرهبان، وبدأت معرفة التوت المنشط بالانتشار. وهكذا انتقلت الكلمة إلى الشرق وبدأت زراعتها في منطقة اليمن. وهناك مصدر تاريخي آخر يقول أن أول من استخدم الشراب المصنوع من الحبوب المصدرة من أثيوبيا إلى اليمن هم الصوفيون، وكان الهدف من شربها أن تساعدهم على الاستيقاظ طوال الليل لإقامة الصلوات. وبمرور الوقت انتشر شرب القهوة في جميع أنحاء العالم، وتنوعت وتفنن صناعها في اختراع العديد من الطرق لتقديمها. وأول من زرع القهوة قصداً وحصدها وحمسها وجهزها هم اليمنيون. وكان هناك رجل اسمه الشيخ علي بن عمرو الشاذلي، قد ولد في تريم المدينة المعروفة للعلماء، ولكن كان يدرس في المخا، ويقال أنه كتب كتاباً اسمه إيناس الصفوة بأنفاس القهوة، ويقول فيه: قهوة البنية أهل الغرام ساعدتني على طرد المنام، وأعانتني بعون الله على طاعة الله والناس نيام، لا تلوموني على شربي لها، إنها شراب سادة الكرام. وإن ازدهار القهوة صار عن طريق ميناء المخا وما يسمى الآن موكا، وهو أول ميناء صدر القهوة إلى العالم. إذن بلا ريب أن البن صار تاريخنا وثقافتنا وهويتنا اليمنية. لا تذكر اليمن إلا ويذكر معها البن اليمني الشهير. ويمتلك البن اليمني خصائص فريدة من نوعها تميزه عن غيره في بلدان العالم. وما يميز البن اليمني عملية حصاده التي تتم بشكل تقليدي عن طريق حصاد حبات البن يدويا، الأمر الذي يسمح بانتقاء الثمار الحمراء الناضجة تماما دون غيرها. ويتم جمع الثمار في زنابيل تصنع من صعف النخيل، وتنقل الثمار المحصودة مباشرة من الحقول إلى سرائر التجفيف على أسطح المنازل. وما يميز هذه الطريقة حفاظها على جودة البن، ويسهل من حماية الثمار من مياه الأمطار وقطرات الندى بتغطيتها أثناء الليل أو عند هطول الأمطار. كما أن هذه الطريقة تقلل من الفترة اللازمة للتجفيف. وهناك ميزة كبيرة في القهوة اليمنية أنها ما زالت طبيعية غير مسمدة، وكذلك المزارعون لا يستخدمون أي مواد كيميائية للتكثير والزيادة في الإنتاج. اليمن بلا شك تضم أفضل أنواع حبوب البن في السوق العالمية، ولديها أقدم ثقافة لشرب البن في العالم. ونشأت القهوة في القرن 15 للميلاد، ولا تزال واحدة من أهم الموارد الطبيعية في اليمن. ويعد البن اليمني أفضل أنواع البن في العالم مع وجود الأسباب الصحيحة. وأبرز أنواع القهوة في اليمن هي الإسماعيلية والقهوة الحرزية وقهوة بني حامد وقهوة آنس ويافع وقهوة بني عامر ومن مارب وبرع ونحوها إلى ذلك. وإن للبن فوائد كثيرة، مثلما أن البن شجرة دائمة الخضرة، والبن اليمني يتميز مذاقه واحتواؤه على نكهات مركبة مختلفة قلما يمكن أن نجدها في أنواع أخرى من البن في العالم. كما أن لون شجرة البن ولون حباته يدخل البهجة إلى النفوس، وطيبه وشمه يطيب البال ويسبب النشاط، فلقبوها القوم أم الفرج، وهي شربة تسمى بقهوة، وبلا ريب تمنح الشاربين للهضم قوة. ويقول العلماء أن القهوة تشفي من الشقيقة والاستسقاء، ويقلل من النوم والكسل، وتكون فيها تقليل لمخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وفيها علاج للاكتئاب. وأن البن والقهوة تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما أنها تقلل من الإصابة بالتصلب المتعدد، كما أيضا تقلل من الإصابة بأمراض القلب.
وإن المتخصصين بدراسة القهوة قد اكتشفوا أن شرب البن في وقت الفجر يزيد من قوة التفكير. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، آمنين بأن يكون قد نال إعجابكم وأنكم استفدتم من موضوعنا لهذا اليوم. وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا على قناة البدر بموضوعات وحلقات ممتعة، وشكرا لحسن استماعكم.